دي كابينة السنترال الباناسونيك الكي اكس تي دي اي 100 دي، وده شكل الكابينة. الكابينة بتيجي باي ديفولت عليها كارت باور، وده يعني ان كارت الباور بتاعها يونيك، ما بيتغيرش غير مع نفس الموديل اللي بتاعه، ما ينفعش يتبدل مع نوع تاني. كارت سي بي يو، وده برضو خاص بيها وما ينفعش يشتغل باي كارت سي بي يو تاني باي سنترال باناسونيك اي بي 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 اكس. السي بي يو الخاص بسنترال تي دي اي 100 دي في مجموعة مميزات. اولا هو فيه كارت دي ال سي 4 بورت بيلت ان على كارت السي بي يو، وده بقدر اخرج منه 4 اكستنشن اي بي تليفون، ومنهم بقدر اخد 4 تليفون بالدي اكس دي بي او ديجيتال اكسترا ديفايس بورت. زي كل السنترالات الباناسونيك الاي بي 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 اكس هو باس دي ميموري، وفي نفس المفتاح بتاع الانيشالايز، وفي مدخل يو اس بي عشان بي سي بروجرامينج، وفي بورت ار جي 45 بناخد منها اتنين بورت، ادخل من اولد سورس او باك جراوند ميوزك سورس، وبرضه باخد منها مدخلين للاكسترنال بيجرز، وفي مخرج ار اس 232 سي عشان اخد منه تفاصيل البرنامج وتفاصيل المكالمات. السنترال التي دي اي 100 دي الكروب بتاعته بيجي فيها اظهار رقم الطالب على الداخلي والخارجي باي ديفولت، عشان كده الكارت الخارجي بتاعه بيبدا بسي. سي ستاندز فور كولر اي دي، كولر اي دي لوب ستارت سنترال اوفيس ترانك لاين 8 خط، وبيركب عليه كارت دوتر بيخليه 16 خط خارجي. كروت الداخل بتاعته خاصة بي، وهي 24 خط داخلي أو 16 خط داخلي. بيقبل إن أنا أركب 4 كروت 24 وكارتين 16، فبتوصل السعة الداخلية 128 SLT بلس الديجيتال فونز اللي أنا ممكن أركبهم عليه، فالداخلي ممكن يوصل 144 extension. حتى كروت الداخلي طبعا MCM stands for message، فالكارت بيسبورت التليفونات العادية اللي عليها المسج ويتنج لامب، وفي كولر اي دي سي يعني كولر اي دي، وبعدين سنجل لاين كارد ل 24 بورت 24